الآن وقفة اقتصادية مع مجموعة من أخبار المال والأعمال. نتحول معكم الآن لمرنا إيهاب والمزيد من المتابعات إليك مرنا. شكراً لكم أدا وليلى، والآن نتحول لجولة اقتصادية جديدة للتعرف على أهم أخبار المال والأعمال. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة آليات تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لعام 2022 والتنسيقات الجارية في هذا الصدد، وذلك بحضور نائب محافظ البنك المركزي جمال نجمة وعدد من المسؤولين. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة آليات تنفيذ القرار والذي يتعلق بالمبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من التساؤلات والاستفسارات فيما يتعلق بتنفيذ القرار وحول موقف القرار من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات. وأشار نائب محافظ البنك المركزي لأنه سيتم التوقف عن منح تمويل أو استخدام جديد في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات بسعر عائد 8%. وفيما يخص التسهيلات المتوسطة وطويلة الأجل السابق منحها في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، أوضح نائب المركزي أنه سيتم استمرار استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لثلاثة أيام أسبوعياً مع تخفيض الأجور تزامناً مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد المركز على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة ستظل كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها. وناشد المركز العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. عقدت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السادس للبترول إيجيبس 2023 اجتماعها الثاني برئاسة وزير البترول طارق الملا. واستعرض الاجتماع استعدادات تنظيم هذا الحدث السنوي في نسخته السادسة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 حتى 15 من فبراير بالقاهرة تحت رعاية الرئيس السيسي. وأكد الملا أن المؤتمر سيكون منصة مهمة للحوار بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات الطاقة العالمية حول المخرجات والنتائج المهمة والمبادرات التي تم طرحها خلال COP27 بشرم الشيخ. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات مرتفعة. وارتفع رأس المال السوقية بنحو 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة. وصعد مؤشر إيجي أكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة.
وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 24 جنيها فاصل 52 قرشا للشراء و24 جنيها فاصل 59 قرشا للبيع، وسجل اليورو 25 جنيها فاصل 41 قرشا للشراء و25 جنيها فاصل 50 قرشا للبيع، في حين وصل الاسترليني إلى 29 جنيها فاصل 42 قرشا للشراء و29 جنيها فاصل 51 قرشا للبيع. وبالنسبة إلى العملات العربية، فسجل الدرهم الإماراتي 6 جنيهات فاصل 67 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 69 قرشا للبيع، وسجل الريال السعودي 6 جنيهات فاصل 52 قرشا للشراء و6 جنيهات فاصل 54 قرشا للبيع. سجل التضخم الألماني تباطؤا غير متوقع في نوفمبر بعد أشهر من الارتفاع في وقت بدأت فيه أسعار الطاقة في الانخفاض، وتراجع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 10% هذا الشهر بعدما وصل إلى مستوى قياسي بلغ 10.4% في شهر أكتوبر. وكانت الحكومة الألمانية قد كشفت عن صندوق طاقة بقيمة 200 مليار يورو لحماية الأسر والشركات من صدمات الأسعار، كما سارعت لتنويع الإمدادات بعدما قطعت روسيا إمداداتها بالغاز. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى ليلى وأدا. شكرا لك مرنا.